مستمرين مع حضراتكم في مسجد عمرو بن العاص. بنقل حضراتكم جنازة الراحل أحمد فرحات أو الطفل فصيح في سر قيد الأخفة زي ما عرفوا جماهير ومحبيه، يعني رحل عن عالمنا بعد صراع كبير مع المرض وأزمة صحية تعرض ليها في آخر أيام. ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. سكة سكة بعد السكة يا جدعان. بعد اذنك الحل بعد اذنك يا بس معايا معلش معايا جنازه الناس طبعا بسرعه
يا رب 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 يا